اللي بعده ولا تاخد بق شاي؟ اخد بق شاي وماله. وانا كمان. ماشي. المرة الجاية يا جماعة قلنا قهوة. ها قهوة. على روح اللي بنعزي فيه. ايوة. اللي بعده؟ يلا باشا. اللي بعده. ده كنت زعلتي فانا بقولك حقك عليا. انا ما عنديش ادنى مشكلة في ان انا ارضي الناس لما احس ان هم زعلانين مني ايا كان النية والمقصد. فانا بقولك ان شخص محترم عندي وعند الناس وما تزعليش مني حقك عليا وعفى الله عما سلف عما سلف. والصلح خير وكان في اغنيه كان اسمها ايه الصلح خير قم بنا بالصالح بتاعت بادية مصطفى. فحقك عليا وان شاء الله دي تبقى بدايه علاقه محترمه بينا في المستقبل. يعني بذمتك الفيديو ده كان من قلبك ولا شكلك باين؟ انا بفهم في تعرفني يعني من زمان بفك الشفرات كمان الامور. كان من قلبك ولا كنت بتعمله عشان ما تتحبسش ما تاخدش حكم ما تدفعش غرامه كبيره فطلعت يعني باب انك عايز تتخلص من كل الصداع ده واستنيت كتير لحد ما طلع الحكم فكان ممكن تعتذر من اول لحظه لكن ده امتى يعني قول لي بقى يرد عليا الاثنين. كان لمين الفيديو ده؟ لمريهان الموديل اللي كانت طرف في الواقعة بتاعت لاعب منتخب مصر عمرو وردة. أيوه. اللي هي اتهمته بأن هو اتحرش بيها إلكترونياً عن طريق السوشيال ميديا. وانت وصفتها أوصاف ذكورية. مش ذكورية أنا شبهتها بشخص يعني. شبه قلت إن شبه شخص. ترمر يعني. فيها جزء من الطرف بحكم محكمة يعني. أيوة أنا عشان بقول لك أنا بقول لك يعني أنا بقول لك بمنتهى الأمانة أنا ساعتها هي دي بقى فاكرة ما قلت لي في أول حلقة الجلالة الانفعال طلعت على المسرح بقى ونسيت. فعلشان طلعت على المسرح وحسيت إن أنا أسأت إليها وبسبب خدتك العزة بالاسم وما رضيتش تعتذر إلا لما كان في حكم. مظبوط عشان كده قلت لك عشان الاثنين. عمرك ما هتلاقي حد يجيلك دغري وسكه زي. طب انا هوريك بقى هي قالت ايه عشان تعرف ان هي اكرم منك. نزلوا الفيديو. انزل. لان استاذ تامر عنده بنات وعنده اسره ربنا يخليهم له وانا ما اقدرش اتسبب لهم باي الم نفسي او اي اذى من اي نوع حتى لو انا تاذيت. مش ده الهدف ابدا. هي جميلة وعشان كده بقول لك ده اللي كمان خلاني اعتذر لها. حسيت بالذنب؟ بجد؟ طبعا. عشان قلت لك في بداية الحلقة جل من لا يخطئ. اوعي تحسي ان انت كبيرة على الخطأ او كبيرة على الاعتذار. انت بتقول الفيديو هو كان غصب عنه. ايه الكلام المتناقض ده؟ قلت الاثنين كلامي واضح ومحدد وصريح. الاثنين يعني جزء منه غصب عنه. جزء مش غصب عنه جزء منه بسبب الضغوط. وجزء منه لان انا فعلا اعترفت وقلت انه ما كانش صح اقول الكلام ده وان ده خدتني الجلاله والانفعال الزائد على الهوا فبالتالي طالما غلطت فيها واسات ليها ايه المانع ان انا اعتذر لها حتى عشان ابقى متصالح مع نفسي. طيب عشان نعرف شخصيتك بقى نشوف اللي بعده. يلا بينا.